شايف كمية الهمبرجرات؟ ما شاء الله. شايف؟ فيش برجر واحد قلت لي ما جابوش ما يقفلوش. انا سعيد فشخ. اي همبرجر هيطلعوا لي في الكومنتات يا نبيل يقول لي حموكش برجر ما جبتوش هحملك المسؤوليه. اتفقنا؟ اتفقنا. جاهزين؟ يلا بينا. جعانين؟ جعانين فشخ. اهلا بيكم يا كان بيقول ايه اكيله ولا كنت اسمعي اهلا بيكم يعني اكيله. اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله حلقات اضرب مع سري، السلسله الاقوى في اليوتيوب. كل مره بتحداكم، كل مره بتتحدوني اكتر. الحلقه اللي فاتت دخلت الترند رقم 2 على مصر، حلقه عز، حلقه عمرو شريف لسه ما نزلتش ساعه التصوير. الحلقه دي مش هضحك عليكم بس زمانها موجوده دلوقتي اونلاين. والنهارده قررنا ان احنا نقول لكم على تحدي افضل اوريجينال برجر مصري في مصر. حلوه التقديمه؟ جميله. حلوه؟ تسلم ايدك. انا هرحب بس عشان ده اول مره يجي لنا هنا. طبعا اول مره. انا اول مره من عالم الكوره وعالم الاضواء. انا حاسس ان ده ملعبي. انا مش عايز اقول لهم يعني لو بيحبوك في الكوره مارك يا جماعه في الاكل حاجه ثانيه. من الناس يعني الاكيله قوي الاكيله ودايما في تحديات اكل ومطاعم. بقى لنا كتير بنقول هنصور حلقه اكل مع بعض وما نصورش بس جيم الساحل مخصوص قال لي لو فيها حلقه اضرب لازم اكون موجود. من الساحل على هنا على الاستوديو على البراجل دي كلها. نورنا ماركينيا. نورك يا كبير. وكالعاده دايما وابدا محبوب الجماهير. ربنا يكرمك. ده اقوى اقوى حد في السلسله. لا باشا. استاذ علي. استاذ علي جابر ولا كان اسمه ايه؟ علي جابر بتاع ام بي سي اللي كان على طول معروف ده. مين علي جابر؟ علي الجابر. علي الجابر. اللي فاكره علي جابر فهمي ده. علي جابر دخلت الكوره في الاعلام. معلش بس انا بعمل حلقات كتير. معلش عشان بكتير يا مروان. لا مش بتكلم على الشكل، بتكلم على الاراء يعني. واخد انت الاراء القاسيه. والله ما اعرف يعني ده اللي جوايا يعني. وشي بيتقرف لوحده والله. النهارده جايبين لكم الثمان مطاعم كانوا الاقوى بعد اراء كثيره جدا، بعد مساعده من استاذ نبيل قررنا ان احنا يكون عندنا ويليز برجر الاوريجينال. كل اوريجينال يا جماعه. ده مين؟ بوتشرز. بوتشر برجر. ده داديز اهو. داديز اهو. وهمي اهو. بافلو. بافلو. ريبابليك. ريبابليك. دوشكا. وهولمز. هولمز. اظن مفيش اقوى من كده مطاعم ممكن يكونوا موجودين. الاشهر في السوق المصري جبنا من كل واحد الاوريجينال برجر بتاعه الطبيعي جدا عشان نشوف مين اللي هيفوز. اللي اول مره بيتفرج علينا احنا المسابقه بتكون ان احنا ما بنعرفش ايه البرجر اللي داخل، بدون علم بنقيم وفي الاخر بنرتب الترتيب من الاقل الى الاعلى والافضل برجر في مصر. جاهزين؟ يلا جاهزين. لو انتوا جاهزين يا جماعه وبتحبوا الحلقات دي استمروا في الدعم عشان نكتر من الحلقات. كل اسبوع ان شاء الله يكون في حلقه نستمر في ده. لايكات كتير، اشتركوا في القناة عشان تجيلكوا الحلقات اول ما تنزل، افتحوا التنبيهات. ويلا نشوف البرجر بيقول ايه. طب يا شباب انتوا شباب برجر ولا تشيكن برجر؟ عشان في ناس عارف اللي هو ايه يطلب السندوتشات تشيكن. لا انا شباب برجر بس لو تشيكن بحبها بيس الصراحة. تحب القطع؟ اعشق القطع. انت فاتك انت حلقة عمرو الشريف كلها قطع. مش مشكلة كلها قطع. كلها قطع. لا لا قطع فراخ يعني هنعمل حلقات قطع كتير. وانت هوبز البرجر بالنسبة لك حاجة مهمة؟ أصل أنا بالنسبة لي مثلا والله العظيم بلا مبالغة الهمبرجر شيء أساسي في حياتي. يعني أنا لازم كل أسبوع آكل برجر تشيز برجر، لازم يبقى يعني انبسطت جدا لما جوجي عمل لي تشيز برجر في البيت. البرجر خدت بالك أنا كنت عايز أسألك بقى الطعم. لا التجربة بصراحة بصراحة أصل دايما يقعد يقول لي ده. لا لا يعني لو هقيم في حلقة البرجر ياخد مثلا 8 من 10 بجد؟ 7.5 من 10 8 من 10. لا ده جوجل. لا 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 كويس بصراحه ابهرني. برجر ولا بيتزا ولا باستا؟ اختيار واحد. لا انا في الاكل لا 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 ما انت لا لا عمرو الشريف مين لا ممكن لا الناس دي فوتو بجد الله في الحاله ده اجيب سيرته. ممكن لا باستا. وانت؟ عشان اميل لا لا همبرجر. همبرجر طفل في النادي. همبرجر همبرجر يعني لحمه عارف عندي الاول. الاول طب انا عرفت ايه ده يا جدع؟ ده شو انا عرفت ايه برضه؟ طب ما تقولش عشان تكسب. ما تقولش ولا عرفت برضه. برضه عرفت انا بتاع برجر ولا ايه؟ لا انت سهل. لا انت كده كده اكيد عارف يعني. ماشي قد يكون الاشهر او شكله الاشهر في والادم صح. تعال ندوق بس ده خلي بالك نزل معايا يا جماعه. بصوا احنا طبعا ايه المفروض تحطه بتعرف لسان. بص هو المطعم ده ستايلو ان هو بيحط عرفته عرفته بافلو صح. هو صح جبناه ده احنا بقينا كام حلقه كده. لا بنتطور والله العظيم بنتطور. ده بتاعت اكل جدا. ايوه ايوه ايوه. طب يلا. طب بص اللي ينزل معاه من حقك انك تاخد معاه اضافات عشان ده راجل شيك وجايب معاه ايه. انا احب قوي اللي يعمل لي كده لان انا بصراحه
بكره السندوتشات اللي فيها طماطم بتبقى ماي ماي. انت حط لي الاضافات دي كانت حركه شيك منه بصراحه. كنا محتاجين نحط حاجات عشان التكلمه تكبر. لا بس انت ممكن تكون انا ما بحبش غير البصل بتاعي. نبيل لو ما كانش جايب علبه السلطه دي كنت اتلخبطت كنت عرفت برضه. لا طعم البرجر بتاعه والعيش هو هو معروف قوي الصراحه فعلا. بس بصراحه ما اكلتوش كتير بس انا عارفه هو مميز فعلا. طيب نقيم بقى كان نتكلم اكتر. يلا طب خلاص ما نسيب انت تاكل السندوتش كله. ماشي 1 2 3 8 8 8 6 لا هو حلو. هقول لك ليه حلو. لا هو حلو قوي حلو بس هو في حته في طعمه كده يحسسك ان هو في سيك التصنيع مش بيور. ما هو بص هنتفق ان المحلات كلها اللي موجوده في القايمه مش معايا مش, محل مش, معايا. مش محلات مهاب اللي هي البرجر الغالي. هو البرجر اللي في السوق هو مش مش جورمي برجر ده برجر. لا بس خلي بالك الصراحه يعني ده المفروض حاجه فانسي. لا انا عارف انه على السوق ما بس لا صح بس ولا لا بس اقول لك حاجه بس هو مش فانسي انا اعلى ليفل. ممكن اقول حاجه هو احنا ممكن نشكر مش منس مثلا مش عشان انا جديد في القصه دي قول. اشكر بصراحه عمدا بس ممكن نتفق ان ده بفر يعني خلاص كلنا احساسي بفر النقط بتاعته كان ده مش احساسي الحركه دي بفر. اعمل لنا التن على الشاشه على طول. لا تن فعلا بفر احسن محل برجر في مصر بيديك كواليتي ثابته لا وكوانتيتي على حسب على السعر اللي بتدفعه. يعني انت بتدفع صحيح احنا ما نعرفش بقى سعره كام قبل بعد التقييم. سعره كام؟ 175. واو برجرز اوريجينال من غير بطاطس او حاجه. بس هو انت بتاخد سعر بتاخد ساندوتش قدامه. لا بس هو حجمه حلو. الجبنه اللي فيه كمان نظيفه قوي يا جماعه. في جبنه بتبقى كل الحاجات اللي لا الامريكان تشيز خطير. العيش حلو مش مفرول. لا بصراحه تجربه يعني انا اول مفيش محل هيديك سعر عالي كده وكواليتي وحجم كده. كنت خليته يا ابني عشان الطموح دايما بيقع معانا في بعد كده. انا عايز اقول لكم يا جدعان ان انا اقسم بالله مجرم. انا عرفت ايه ده بجد قبل ما خش علينا من التاني. انت شكلك صايع الواد ده اكيد. لا انا حرامي قديم قوي. ايه ده فرول شفت اول عيب زهره. لا بس ممكن ده تقطيع نبيل برضه ما نظلمش المطعم. طب خد انت دي عشان حرام. لا خد ده شكله فاتي قوي. فاتي قوي اللي هو بص عامل ازاي جوسي. لا مش عارف جوسي دي لسه هتشوفها. لا يعني يمكن يعني بص لا حته اربع حلقات جوسي. التقييم 1 2 3 5 4 متوسط جدا جدا. هو مفيش طعم مفيش طعم اللي كله حاطينه جوه ما تغلوش عليه. لا هي مش ما تعرفش فين مودي فين. اللحمه اصلا نفسها غريبه ما فيهاش تتبيله ما فيهاش حاجه ما فيهاش تتبيله خالص. واللي محطوط عليه مش مدي. بص هو نظيف روشانه والعيش بصراحه احسن حاجه. لا ولا حاجه والبرجر لحمه لحمه ماشي. أيوة. لا نظيف بس هو مش حلو. مفيش العيش مش حلو خالص. العيش عجبني. العيش البنايه بتاعته مش وحشه والله. يعني الصوصات كمان اللي عشان مش حلو. الصوصات وحشه قوي. الصوصات الاوريجينال بتاعته انا مثلا انا ما بحبش العيش التخين ده قوي. يعني اللي هو مليان زياده. المفروض العيش التخين ده يبقى بريوش. دي اراء بس يعني في المجمل هو نظيف بس مش ملوش طعم مبهر. لا اقل من العادي بالظبط. ماشي اللي بعد بصراحه اتلخبطت بينه مش عارف مين. طيب مش احنا قلنا هنقول عشان ما نقصرش. لا ماشي قول خلاص ده هنقول مع بعض. لا مش هنقول مع بعض مش عارف يعني حاسس يا ويلز. لا ده مش ويلز. انا حاسس ويلز احسن. لا ده مش يعني ويلز يا داديز. ممكن داديز ده انا ممكن داديز او وهمي. وقت تصدق ما ردتش وهمي ده وهمي تفتكر؟ لا انا ممكن اروح مع دوشكا. معرفش مش عارف ليه بس انا عمري ما دوست دوشكا. تدوشكا كده فانا هخش في دوشكا. انت عمرك ما دوست؟ انا متاكد. لا طبعا انت كنت عارف ان في محل اسمه دوشكا. لا طبعا يعني انا قلت يا عم دارس. سعره قد ايه يا استاذ وائل؟ بس قول بس الاول عشان لو قلت سعره صايع كبير. ده انت معلمهم كل حاجه هنا بقى. دادس دوشكا دادس ما انت ماشي وراه. لا مش ماشي وراه حاسه دادس ده. حسيته دادس تقفيله تقفيل دادس ده ابهاط يعني. ده ب 140 جنيه ده اقل. طب ممكن يكون وهمي ده ولا ايه؟ دوشكا يا رب دوشكا يا رب دوشكا يكون رخيص. دوشكا ده شكله روش قوي. عرفت عرفت ايه. طب ماشي. خلاص ماشي فاهمان اللي بعده. بقول لك قول كل اللي جاي ده. كده انت جبت 2 صح. تقدر ان انت جبت 2 صح. أربعة أقل بتحاول تنجح. أنا مش عارف أنت محزوق ليه كده. اللي هو تعمل مسابقة اللي هو عامل ثلاثة صح بس أنا حاسس أنا 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 اللي من اللي جاي ممكن أحدد ويلز. لا ده مش ويلز. أنا عارف ويلز برضه. أنا هولمز ده. لا هولمز ده أكلته؟ لا ده ما دوتش ولا واحد. لا ده مش هولمز. ريبابليك دوت أنا عارف من 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 كلامكم من وصفكم ليه عارف. شكله مفهلط وجبنته شكلها حلوة. جبنه شكلها حلو. ده ايه ده حاطط فيه بيض ده ولا ده مايونيز وجبنه؟ مايونيز وجبنه مايونيز وجبنه. هو الاوريجينال غالبا هيبقى فيه مايونيز وجبنه وبصل وطماطم. خلاص خد خد هو بس مقطعوش قوي. تسلم ايدك. لا ده اكل في بيتك يا رب ان شاء الله. ايه ده بقى التقييم 1 2 3 6
5 6 6 هو متقارب عامه. احنا كل حاجه متقاربه. لا لان المستويات متقاربه على فكره. احنا كل اكل بنعمله يا جماعه الاكل شبه بعضه بطريقه جدا. بس ده افضل سيكه من اللي قبله. سيكه يا اسطى اقول لك حاجه احسن من اللي قبله. يعني زمان في المحلات اللي هي مش الكاتيجوري البي دي كان لا كان في حاجات فعلا مميزه صح مختلفه عن المحلات يعني عن غيرها. ده شبه يعني اللي قبله بالظبط. ده شبه اللي قبله بالظبط بس شويه تيست احسن في اللحمة شويه وشويه في المكونات داخله طعمه الطف. انا تقريبا عارف ايه ده. مش عارف تتوقع مين. هولمز. هتقول هولمز. غير خليك دوشكا هولمز. يا ولد. طب سعره كام ده؟ ب 120 جنيه. ينهر ايزه مش هول. ده دوشكا ده واقع تحت. انت مين قال لك ان دوشكا رخيص؟ ممكن ده حاسس دوشكا رخيص. ده صاحب دوشكا يجي يطرع علينا. ايه يا عم ايه انا بنقول عليه بالعكس. احنا بنستنى اللي هو في سيارة. ده مش حلو. اللي بعده الرابع. لا ده عم حسني. ده انا عارفه. ربنا يخليك يا الله. مروان مش عارف اقول لك ايه. ده انتوا في بيتي. ده ايه ده كراملايز. في هو الاوريجينال بتاعه كراملايز كده. بس كراملايز شكله مش عاطفي خالص. لا لا ايه ده يا جدعان. ده لا ايه ده. لا انت حسيته بنفس الاحساس والله. ايوه ايوه في طعم سخيف قوي. لا 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 طعم بصل بايظ وخص بايظ برضه. طب عشان ما نظلموش بس ندول اللحم حرام. لا والله ما ادول عشان حرام. بس والله ما ادول. ما البتاع لازقه في بص الجبنه دي. بس فرق الجبنه بقى من الاولى. بص ده اللي كنت بكلمك عليه. في الجبنه عارف. بص الجبنه هنا عامله ازاي. شيدر دي. دول لحمه. دول لحمه ما تظلموش. هي المكونات بايظه يعني. لا لا لما طعم البصل ده في افتر تيست وحش قوي. لا وحش فعلا. سيء يعني. سيء. لا 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 ما يتاكلش. تقييم 1 2 3 2. حنيت عليه ده انت بواحده عشان هو يعني كفله. لا لا سيء. لا سيء بصراحه. وده ريبابليك. الثقه دي يمشي وراك. ريبابليك عامه بيجي. انا عارف. انا اقول لكم بقى انه حاجه بيجي جواه جبنه فاهم. ده اللي انا عارفه يعني. بيبقى جوه السندوتش ده يبقى ما انا مش عارف. ما هو الواد ده شمال. انا عارفه الواد نبيل ده هو طالب عامل لنا سسبنس بالبرازيله. ريبابليك. انا معاكم ريبابليك وخلاص. نبقى ضربنا كلنا يا نجحنا كلنا. امشي يا ريبابليك خلاص عدت. ده بكام؟ ده بكام؟ ده دوشكا. انا قلت دوشكا. لا لا خلاص يا حبيبي. انا ما قلتش خلاص. لا 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 بلاش حركات الزملكاويه دي. خلاص يا حبيبي. النبي كله. وانتوا اخترتوني النبي هنا والسبعه اكبر من التسعه والجو ده لو سمحت. السعر كام ده بقى؟ ده ب 147 جنيه كمان باشا. ده دوشكا. معلش لا مفيش دوشكا. وانتوا ما رضيتوش تحطوني النقطه. الاكس تتكتب على قبل. ما رضيتوش تحطوني النقطه. واسمع كلامي. ده تالت اغلى ساندوتش. ده انا اختاروا لي. اختار ايه يا جو؟ اسمع بيقول ايه. وما رضوش يدوني النقطه. لا يا باشا اختار قبل كده. واحنا قلنا خلاص اللي بيختار ده قال ده ريبابليك. راح التاني قال له وانت قلت يا اسطى ريبابليك. وريبابليك بيبقى كده. انا قلت ريبابليك. وانا اقول لك ليه بقى ريبابليك مش عارفه ايه فعلا. هو قال كده خلاص اتحسب. انا قلت ريبابليك بيبقى كده. اتاخدت المونتاج. ماشي. انا قلت ريبابليك بيبقى جواه جبنه في الفيح بقى. هيضيع بقى الوقت بقى في السياحه. ماشي ماشي. نفس العقيده الزملكاويه. الخامس نتمنى بقى عشان انا ابتديت اجوع. انا اقول لك حاجه. اللحمة اصلا مش عاطفي خالص. ليه يابا كده؟ ليه متفائل؟ انا حاسس ان انا متفائل على فكره. البرجر بتاعي البرجر قيمته لك يالا 8. 8 لا ده اعلى حاجه معانا في الحلقه. 8 لحد دلوقتي والله. طبعاً. اقسم بالله ما عن كذب. على فكره لحمته شكله حلو. ما تبقاش انف بقول لك علي. يا عم تعالى جاب مش مصدقني. طعمه حلو. انت بتهرج والمصحف. لا انا كان في طعم كده عايز اتاكد منه. تحس انه حد بيبصرنا. وحيات ربنا. ده حلو. طعمه مختلف بس برجر. بس حلو. انا عاجبني الطعم طبعا. حلو برجر بالبصرمه. ماشي كده قيم. 1 2 3 4 7. 4. انا لا لا ده مش انا عجبني قوي يا جدعان. ده مش برجر والله. ايه يا جماعه ايه اللحمه نظيفه. ماشي ممكن طعمها مش كيف. مش هو الحاجه يا اسطى. اللحمه حلوه قوي يا جدعان. العيش حلو. الجبنه فظيعه ونظيف ونظيف جدا. بس ده مش برجر. ده مش في افتر تيست بسطرمه. انتوا ما بتحبوش البسطرمه؟ بحبها بس اصل انا بحب البسطرمه وانا بموت فيها يا اسطى. بالبيض بالبتاع ما اعرفش. انا يعني حسيت انه ما اعرفش. ماشي ايه ازواق بقى. البسطرمه فشخ عامه. بيض بالبسطرمه دي اكله عظيمه. بس بيض بقى مش برجر. هو مش سيء بس لا لا حلو. الافتر تيست حلو يا اسطى بس هو غريب. يعني 4 غريب. ده قريب من اللي فاتوا. يعني ده قريب من 2 و3 و4. حرام عليك والله العظيم. حرام. هقول لك يعني ما هو انت اديت اللي فاتوا كام؟ بص 3 و2. ده واحد بس فرق. ظلمته من وجهه نظري. عشان هو يا اسطى هو نظيف بس هو العيش وحش جدا. تمام. ايه ده؟
لا العيش مش وحش، العيش حلو قوي يا مارك، وحياه ربنا العيش من احلى حاجه. العيش حلو بس ده مش ده بعد الاولاني. دوق طيب، دوق يمكن انت عندك حته غلط ولا ايه؟ دوق كده بسطرمه. هي بسطرمه انا عارف بسطرمه. سعره كام؟ توقعات ده غريب، ده ممكن يكون ده اصلا يكون وهمي ولا ايه؟ ممكن وهمي. وهمي وهمي ده لسه جديد، عامل حاجه بسطرمه، عامل حاجه بسطرمه والناس عاجبه البسطرمه ولا اي حاجه. الظلم، شفت الظلم؟ شفت؟ انا شايف وهمي، انا مع انا مع وهمي. وهمي ده طلع في الاول ب 120 جنيه ده ولا حاجه. وهمي لا انا مش ده، مش وهمي. انا اقول لك ده، قول وانا همشي معاك. دوشكا انا هجيبه. انا هجيبه يا دوشكا. انا وحيد امي كده كده بيرسونال مع دوشكا. وانت وهمي؟ ماشي، رحت ورايا. السعر ده والاولاني اغلى اتنين معانا النهارده ب 175 عشان فيه كواليتي، اقسم بالله باينه. هو انا قلت لك ايه الاول شبه ده ليه؟ لان الصرف باين. اه ده تصدق بوتشر، ده ممكن يكون بوتشر، حاجه نظيفه يا جماعه، النظافه باينه. اضافه البسطرمه هي اللي باينه. آه. وحاطط بسطرمه، البسطرمه بكام؟ اللي بعده انا بص العشوائيه دي انا عارفها. شكله داري ريبابليك، داري ريبابليك، هو داري ريبابليك ده اكيد ريبابليك. انا عمري ما ريبابليك. الله يخرب بيت اللي خلى الناس تحطه على البطاطس توابل. طب بملح وفلفل. بص يعني انا عامه يعني انا اختلف معاك في حاجات كتير، بس الا دي، دي وسخت البطاطس في المحلات كلها. صح. بجد يعني صح. طول عمرنا متربين عليها ملح وفلفل والدنيا كانت جميله. ايه اقسم بالله استحاله يكون ده برجر يا جدعان. بص المنظر، لا ده باربيكيو معمول في البيت ده. انا عارف اللي امك تقول لك، امك تقول لك ده احلى من بتاع حلواني. دي باربيكيو حلواني اللي هو البرجر الحلواني. البرجر ايوه حلواني، بيقول باربيكيو. لا ده حلواني ده انضف، ده صلاح وعبد الفتاح والحاجات اللي هي الغريبه دي. تقييمه للكلام عشان ما نقصرش على اقرب بعض. صح ماشي ماشي، واضح جدا. ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا كفته رز يا مان. البطاطس احلى والله. كفته رز. واحد اتنين ثلاثه. واحد. انت كمان واحد. اتنين يعني هي ما فرقتش. انت عملت كده وقلت واحد. اتنين. اتنين ماشي، حلاوه من اديله اتنين. انا واحد. انا بتاكل برضه الصراحه، يعني في ناس بتعجبها دوت. لا ده ما يتاكلش الصراحه بقى. بص ولا عيش ممكن تبص، ولا برجر ممكن ولا صوص. لا 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 ولا سلطه. ايه ده؟ ده مش برجر، ده محشي. لا ما انا ريبابليك. ريبابليك صح؟ لا ريبابليك هو. لا يا جماعه ده حاجه يعني، انا اسف والله بس ده حاجه. لا 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 نزلنا قوي يعني، نزلنا. انت شفت ان اول واحد كنت اديته كام؟ لا حرام. شفت ان انت ظالم؟ لا انا رجع رجع اسمه ايه ده 8. لا مش تحيز بس عشان حرام، بس حاجه كلناها لحد دلوقتي، ده انضف حاجه كلناها لحد دلوقتي. شفت الفرق؟ لا فرق شاسع. عشان لما اقول لك انت معلش، ده بكام ده؟ علي الجابر قال لك 6. اول واحد 6. انا اسف يا يا فجر استاذ مروان. ده ريبابليك ده ما فيهاش. انا ريبابليك محشي جبنه من جوه. اكدلي ده بكام بقى؟ ده ارخص ساندوتش معانا النهارده ب 115 جنيه بالتاكيد. ولو كان غير كده كان لينا كلام تاني معاهم، كنت اكلمهم كل سنتر. يا ابني يا جماعه يا جوا همبرجر فين حاجاتك؟ خش بالسابع. انا حاسس ان الامل ده مظلوم ولا ايه؟ عرفت ايه ده يا جدعان؟ بنسبه 99%. انت قلت كده لا بنسبه 99% باشا. بتراي ان انا هطلع ده صح يا واد؟ مارك بيحب ياكل بس مش هقول، هيقولوا الاول عشان ما يختاروش. انا احب السموزي ده، العيش شكله حلو. هو انت ليه جاب ده دبل؟ انا عايز افهم. هو كده الاوريجينال بتاعه كده؟ لا مستحيل. لا هو كده. لا انا كنت في المكان ده والاوريجينال بتاعه مش ده خطير، بس انا عارف ايه ده. الحاجه الحلوه بتبان يا ده. الحاجه الحلوه حلوه. الربع ده ما حدش شكله بالله عليك يا عم. كله يا عم كل ده خطير. ينافس مع الاول. لا ده احلى من الاول. لا خطير والعيش خطير. بومبستك بصراحه. اه بومبستك. انت اكيد اكيد قصدك تعمل الحلقه ده مش غريب. لا 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 ده مين زي حاجه حلوه في الاخر. ترامبيانسي سبيشيال ده. انا هقول لك هنقيم الاول. انا هقول الاول. تصدق بقى استنى بس تعالى نقيم الرقم. تسعه 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 مرتاحه وانا شباب. اه ايه بقى ده؟ هولمز والله العظيم معاك. انضف واحد شكله نضيف ما شاء الله، شخصيتك قوية. أيوة. لا قوي. أنا قلنا أخسر في كل حاجة ولا إيه؟ ده ب 125 جنيه. بس؟ لا ممكن تصدق بقى، لا هو 9 كفاية، مش هيوصل 10، صعب. ال 10 في اضرب مصاري بتبقى شديدة قوي. سعره والكواليتي. لا ونظافة. نظافة. هي لحمة ناشفة بس شوية بس. ودبل برجر، ده دبل. أقسم بالله عالمي. إيه ده؟ إيه ده؟ برافو برافو برافو. قبل أيا كان ده قبل ما نعرف مين هو عشان نثبت والله. برافو برافو. البرجر ده بكام؟ واللي قبله كان بكام يا معلم اللي هو ريبابليك؟ 15. طب ده كلام ده بجد يعني؟ هو ده عادي يعني؟ هو ده عادي يا سهلانه كلام؟ انا بشوفها صاحبي. خش بالسبع بقى الثامن عقبال ما ياكل. الاخير ده وهمي. ايوه عرفته. ايوه عرفته. عرفتك يا وهمي. ايه دي مستخبيه بالدرع؟
ايوه معروف كنت بيها موطه دول الدره دي شكلها طرش ليه طرش ليه ما تحكوا يا اخي ما تبقاش كده يا اخي طب اتفضل ما تبقاش والله يا عم كل وخلاص لا ما انت ايه والله وعشان مواهب مش عارف ارد عليك انا ماشي يا عم وهب لا ده استغفر الله العظيم يا رب طرش طرش انت اتثبت شويه بس لا احنا مش اه مش هنحكم عليه حرام حرام والله نقل برجر خد دره ميرسي ده انا دايما بقول بالشنبه والشعور ده شعر وهمي ورطه عارفين ان انا ما عنديش حاجه خالص سيب لك شعره يا حط كده ان شاء الله يعني سيب ساعه ايوه لا دي والله شعره الدره يا رب مش حاسس عم وهم يرجع السعوديه تاني او دوله ايه لا لا قسما بدين الله هو مش فاتح جنب بلبن نفس الحاجه والله نفس مدير المطعم هو مشغل ده مشغل ده اهو ده شبه شنب الشرميه احنا عرفنا انه وهمي خلاص من الذره والحاجات المشهوره اللي هي والحاجه الساعه طبعا مكسيكولا موجوده ما علينا طب هنقيم بس نقيم 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 لا بس ماشي يعني ماشي ممكن يكون عيب فيا اصل كل المحلات يا جماعه اللي هنقيم طبعا هنقيم الكل اتفضل واحد صفر واحد ان انا صفر زي مارك مش هقدر لا ممكن اقول حاجه بس والله انا اصلا اول مره اسمع عن وهمي ده النهارده بس اقول لك على حاجه اقول لك على حاجه ماينس واحد بحق اللي بحق اللي ده وحش زي ال في كذا واحد بنفس الكواليتي دي وحيات ربنا لا ده اوحش يا مروان هو ثانيه واحده دي المفروض الجبنه اللي جوه دي الجبنه اللي هي عارفها بتاعه اللي هي كنت بكلمك عكس الجبنه اللي جات لنا اللي هي لو كواليتي هو ده سعره هيحدد لنا برده حاجات كتير سعره كام يا وائل ده ب 150 جنيه ايه بجد يعني اللي فات ارخص لا مستحيل حرام والله لا مستحيل بس هو ده عشان برضو بص عشان اكيد جاي ده كومبو يعني برضو عشان ايه كله ما ينفعش غير كومبو لا هو بيباع كده هو بلازم كده بس يعني يعني هو برضو حته الدره دي مديك دره وبطاطس وباكسي كولا دي متفاهم السعر بس لا كتير جدا على الكواليتي دي بصراحه كل حاجه قليله في الساندوتش كل حاجه قليله العيش والبرجر وحش والصوص وحش والخضار طب لا الخضار شكله وحش بص الساندوتش عامل ازاي يا جماعه يعني بحق الله انا مش بنتريق على الفاضي بس عشان ايه الناس بتقول ايه ده تمام الناس تاكله ده يبقى ترند غريب جدا بصراحه يمكن برضو نصيبنا النهارده وحش الله اعلم يعني هو هيبقى نصيبنا كده ونصيبنا كان في لبن يومها كان وحش برضو يا جماعه المحلات دي فرقعه بس النتيجه هقول من الاخر للاول من الاخر يا باشا اوحس ساندوتش في احسن البرامج خلينا اقول الاول بس توقعاتكم توقعتوا صح ولا غلط ومين توقع اكتر من التاني وكده ايوه المفاجاه ان مهاب اكتر واحد توقع صح واو مستر همبرجر خمس توقعات صح جدع يا لي هفاجئك يا مارك لا انا وانت الاثنين اربعه انتوا الاثنين اربعه شفت صاحبي بس حلو يعني متقاربه جدا يعني هي واحد يعني احنا ماشي انا بعدي فوز لماركو مروان لا الحمد لله مين يا ابني اللي خسر اخر واحد طبعا كان وهمي خد نقطه لا واحده لا نقطه ونقطتي دي اديته النقطه لا انت متحيز حرام نقطه برضه الراجل ايه كده فاضي اللي بعديه كان ريبوبليك خد اربع نقط ريبوبليك اللي هو قفشناه برضه اللي هو محشي جبنه ده برضه الاثنين يعني دول من المحلات يا جماعه هقول لكم فين لحد فين نصيحه مننا لا ما صعب التجربه يعني ما ابعد عنهم اللي بعديه بوتشرز جاب سبع نقط ده اللي يعني بقى ده اللي فيه بصل ده كان رابع واحد ياه بوتشر برجر وصل للمرحله دي ده اللي كان فيه بصل صح كان فيه بصل لا كان فيه بصل اللي كان فيه صح هو بوتشر اللي كان فيه بصل ايه بعديه غريب قوي ده وحش قوي يا جماعه وحش قوي من بوتشر دي غريبه يعني اللي بعده اللي بعديه ويلز ده كان تاني واحد كلتوه كان وحش خد 14 نقطه ويلز بس كان يعني في العادي يطرب بصراحه لا هو الاوريجينال في ويلز ده مش حلو الحاجات ال هو انا مش قلت ان تاني واحد ويلز لا وما انا قلت لو محدش قال ويلز خالص في الحلقه اصلا محدش قال ويلز انا ولا حد قال ويلز قلت اول ما دخل ده ويلز صح وبعد كده غيرت رايك بس كنت اقوله صح بس هو شبه فعلا عيش ويلز ما انا عارف انا شفت العيش قلت ده ويلز بس هو الحاجات التانيه عنده احلى ما كانش سيء يعني مش هو خالص السيئين بس صح انا كنت قلت ويلز او داديز وبعد كده اخترت داديز خد كام نقطه اثبت على رايك بقى ويلز خد 14 نقطه حلو يعني كان على وشك النجاح اللي بعديه داديز خد 15 نقطه ده كان في جبن كتير اللي انت وريته لي ده جبن وبسطرمه ده البسطرمه ايوه ده البسطرمه ده البسطرمه انا ده عجبني تصدق ده ابتدينا من هنا يبقى كويسين داديز ده كان خد كام نقطه 15 خد 15 حلو نجح نجح قشطه يعني بصراحه باخر الاثنين دول اي حاجه حلوه اللي بعديه دوشكا ده اللي مواب توقعه صح
ده اللي فرقت معاك. عدنان دوشكا حبيبي. نقطة دوشكا. جاب 17 نقطة. 17 دوشكا كان حلو ما كانش وحش. كان تالت واحد. كان تالت واحد ده اللي هو كان. انت اديته 6. انا اديته 6. اديته 6 ومارك اداله 6. اه اللي ادينا له 60 انا ومارك ماشي كان لطيف مش وحش على فكره. لا مش والله دوشكا كان احسن مما توقعت. ما اعرفش حاجه حلوه بعد الاثنين الاخيره دول. انا عايز اللي بعديه بقى بافلو طبعا كان اول واحد كلتوه جاب 22 نقطه. ماشي ايه بقى الاولاني ده التاني هولمز طبعا. اول واحد هولمز طبعا. هولمز اللي احنا كلناه ده اللي هو ب 125 جنيه. ايوه بس ده صح يعني الاخير اللي انت كنت بتوصل. عيب عليك يا باشا. هو انا اول مره في حياتي ادوق هولمز. برافو والله. 27 والله يا عم هولمز. برافو 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 برافو. قلت لك هو جاي مفاجاه بالنسبه لي. مفاجاه هولمز وبافلو بصراحه الاثنين اقوى جدا 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 اول الليسته بالنسبه لنا. بعد كده تيجي فئه اللي ممكن نجرب تاني. انت قلت لي بكام هولمز؟ 125. طب وحيات ربنا على ويليز وداديز. أيوة عبقري هولمز. ويليز وداديز في الطبقه المتوسطه وفي الاخر دوشكا. ودوشكا في الطبقه المتوسطه معاهم. وتحت بقى هتلاقي بوتشرز بقى وريبابليك وهمي وبوتشر بوتشر فعلا نزل تحت كده غريبه. ايه رايكم؟ بس سافر هولمز بجد خطير. تعرف بقى ده المحل المميز اللي انا بقول لك اللي شبه بمحلات بتاعت زمان يعني في الطبقه دي من البراجل. لا انا اروح اكل هولمز طبعا. طبعا انا شخصيا هروح معاه جدا وعايز اشوف لو عنده بقى حاجات تانية ممكن تبقى احلى. بس بافلو بقى عالمي في ايه؟ ان هو فعلا بيجيب لك السلطه بره وكل حاجه وبتاع عشان اللي بيحب الساندوتش كاتشيك قوي. تيجي نعمل حركه سريعه بقى. ايه بقى؟ نعمل حلقه ثانيه نجيب الساندوتش السيجنتشر من كل محل. يعني مثلا ايه بافلو بيبقى احسن مثلا ساندوتش عنده اللي هو بافلو مشروم جاك. اه فنجيبه. صح. مثلا هولمز مش عارف مشروم اجا تشيز مش عارف مش عارف بالظبط. يعني احسن ساندوتش من كل الفكره. طب رزيع لو الفكره دي عجبتكم اسمه ايه؟ ما انا بقى دول احنا كل العيله واحد يا اكيله. لو عجبتكم الفكره وعجبتكم الحلقه وصلوها ل 50,000 لايك. تحدي النهارده عشان نعمل جزء تاني من سلسله البرجرات السيجنتشر في مطاعمها. سواء عجبتنا يعني برضو يعني وهنجيب برضو نفس المحلات اللي ما عجبكش. لا لا ريبابليك ده هتغير. هناخد ارائهم. هتابعوني على السوشيال ميديا يا جماعه. طب ما كان الناس تقول لنا. ما انا بقول ما انا بقول اهو السوشيال ميديا هنعمل لكم قبل الحلقات الفتره الجايه الحلقه وانتم تختاروا المطاعم وهنبقى بناخد ارائكم في الحلقات القادمه. سيبوا لنا ارائكم في الكومنتات. عايزين حلقات ايه تاني؟ اشوفكم على خير وكفايه ضرب قوي لحد كده.